وفي الاتش بايراري باز ليفت. شكون تاني يوريز باز ليفت؟ بروتش وسايد كلابي سيل. ما زال في واحد مارجنالا اند بروفيدنشي. برافو. ما نسواش مهمة. باهي دكتور مازال كل واحدة منهم دكتور العزيز ممكن تسبب ديزيز بالنسبة للهيومن يسير، لكن اللي تعتبر هيومن ستريكت هيلكوباكتر. It could be زونوتيك دكتور العزيز. شكون؟ كامبايلوباكتر. أشهر نوع من الهيليكوباكتر بكتيريا دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة هو الهيليكوباكتر بايلوري، اللي نعرفوه احنا في اللغة الطبية باسم اتش بايلوري. محضر متاهل ولا غير متاهل الزوز؟ الزوز متاهل. شنو اسمها الماتيريال بتاعهم الزوز؟ كورك سكرو ضرب. لكن بالنسبه للكمبايلو باكتر لانها دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه مونو ترايكس، يعني عندها فلاش لم واحد، فمرات تتحول دارتينج موفمنت. فلما تجيني تقول لي موتيليتي ركز باش تعرف تلم، لما تجيني تقول لي موتيليتي الزوز موتايل موتايل، والزوز عندهم نوع الموفمنت كوك 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 سكرو موفمنت. لكن هنا هي بلس شنو يا دكتور؟ هي دارتينج موفمنت، ما تنساهاش هذه دارتينج شنو؟ موفمنت. باهي دكاترة معلش من فضلكم لو سمحتوا الأمور 10 على 10. من اللي تعتبر لوفو ترايكس يعني عندها دكتور العزيز ايش معنى كلمة لوفو؟ هو فلاجيلم واحد فلاجيلم واحد مونو ولا مونو اللي هي شكون؟ كمبايلر مونو ترايكس. باه ولما دكتور العزيز عندي واحد في كل جهة أنفي، لا واحد في كل جهة أنفي، ولما دكتور العزيز كاملة بيري. ولما الدكتور العزيز ملتيبل ات تو بولز لوف، فهذه اللي عندها دكتور العزيز 1 2 3 1 2 3. فشو نقولوا لها دكتور العزيز؟ لوف ترايكس ولا مونو ترايكس ولا انفي ترايكس؟ هي لوف ترايكس. ما تنساهاش لو بعد شنو فجلنا لو واحده واحده نقولوا لها شنو احنا دكتور العزيز؟ انفي واحده هنا واحده هنا في كل بول، لكن ملتيبل في كل بول دكتور العزيز نقول لها في اللغه الطبيه لوفو ترايكس. اخر ما عدل لك ال شو نقول لها دكاتره؟ لوفو ترايكس. الامور 10 على 10 والحياه ساعه واحده ما فيها ايش سووا ان شاء الله. دكاتره من الهيومن ستريكت هي الكوباكتر، ومن يا دكتور العزيز زونوتيك عندها هيومن كومباين. باهي دكاتره نمشوا خطوه. اهم نوع دكتور العزيز من الهيليكوباكتر اللي هو الاتش بايلوري. دكتور معلش من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك ويسترك الاتش بايلوري شنو ندير؟ دكتور عندها اندوتوكسين ولا ما عندهاش؟ عندها اندوتوكسين واللي هو شنو النوع؟ لايبو بولي ساكارايد، صح ولا لا؟ علاش قلت لايبو بولي ساكارايد؟ ليبيد اي والبولي ساكارايد الاوتر كور، باهي كويس؟ دكتور معلش من فضلك عندها اكزوتوكسين؟ عندها اكزوتوكسين حبيبي ولدي. اللي هو شنو هو الاكزوتوكسينز بتاعها دكتور العزيز؟ باك سموا فيه فاكيوليتد انتيجين اي، نقول لها باك اي احنا، شو نقول لها هي؟ باك اي، اي باك وكاك هم ولكن هي تبقى الكليه باك. فالباك الفاكيوليتد انتيجين هذا شو المسؤول؟ ندير انجكشن دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه اوف بكتيريا توكسين، كويس؟ اكس ولا عنده دكتور العزيز؟ هي اكس. ما زال عندها دكتور العزيز ميوسينيز يحطهم الميوسين، وعندها بروتيز يحطهم البروتين، وعندها لايت بيس يحطم الدهون. فهذا علاش تقدر تدير سلشن يا دكتور؟ هي دامج، وتقدر تدير برضه شني سبريد، وممكن تدخلني بكتيريا من السبتسيميا على خاطر العمله هذه بكل بساطه وسلاسه. الاتش بايلوري دكتور العزيز من اعين البكتيريات في العالم. بس شو المشاكل اللي ممكن تجينا بها دكتور العزيز؟ قلت لي لايت بيس بروتيز يوسينيز اكزوتوكسين اندوتوكسين. مثلا في سكريشن سيستم أربعة، الوحيدة اللي أربعة، حتى هذيك اللي يرزيني ثلاثة، اللي هو دكتور العزيز تايب، أما تايب ما 3، لكن هي عندها تايب 4 سكريشن سيستم، ما تنساهاش يا دكتور لأنها مهمة. بشكون ثاني يساعد إن هي دكتور العزيز تدير نيوتراليزيشن للبي اتش وتقدر تعيش؟ باهي دكتور شو الأمراض اللي جينا بيهم الاتش بايلوري؟ سامحني في هالكلمة. جسترايتس وكذا كرونيك اكثر من اكيوت.
mostly chronic mostly لكن عندي حتى acute mostly لكن chronic كويس. وما نوع منهم دكتور العزيز من تو خذها تايب بي بي 2 بي باش ما تنساهاش. اهم سبب للجاستريك ألسر في العانم عند وادنا الألسر اتش بايلوري. ركز مازال ادير لنا يا دكتور العزيز ادينو كارسينوما ستومك ستومك ركز فيها ادينو كارسينوما شديد ستومك ركز دقيقة ركز في زوز حاجات غريبات اول مرة يكتبوا حتى باثولوجي ما فيش با ولان دير ميوكوزا الاسوشيت للفايت تيشيو هايبر بلاجيا فممكن مولد المولد هذا دكتور العزيز ميوكوزا الاسوشيت للفايت تيشيو هايبر بلاجيا مولد هايبر بلاجيا تدخلني في الليمفوما. طبعا رير هي دكتور العزيز الليمفوما بتاع ستومك جو 4-5% خذوها ان شاء الله راني شايف بعده جايتي لكن نديرها. باي دكتور يو شود نو يو شود نو يو شود نو يو شود نو ان الاتش بايلوري وجودها في الستومك دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة وجودها في الستومك دكتور العزيز prevent gastroesophageal reflux disease and prevent lower esophageal cancer prevent both of them. هاي طبعا عمرة زادتها الكلية خاطر تنقص الاتسيل في الرفلكشن تنقص الاتسيل ما عمرها قالوها لكن معلش حاجه بارده لو الاسوفجيا الكانسر الاسوفجس ماليش علاقه ابدا بالاتش بايلوري. سمعتني الاسوفجس خير يا دكتور العزيز ماليش علاقه بالاتش بايلوري الاسوفجس ماليش علاقه بالاتش بايلوري فالفكره انا ان هي بريفنت تمنع مره تزيدها كليتك هذه غريبه شويه تو الرفلكس 100% على خاطر حتى لو كان في ريلاكسيشن في اللور اسوفجيال سفنكتر البرد الاسوفجس ريسك بتاع يونس من زمان هون لما لقيت السيل يرجع شو اللي يصير السكوامس ابيثيلي بيتحول الى كولومينا فالكولومينا اخر ستيج منها شو اسمها بارك اسوفيجاس يو بيقعد 4-10 سنوات وبعدين بيتحول لي الى دينو هذا على شو عشش في موضوع اسوفيجاس لانه ماش في ايت سيل ماش في شنو ايت سيل رغم عندنا في الايرلي ستيج الجاسترايتس ناتجه من زياده اليورياس ولما يزيد اليورياس شو اللي يزيد ايت سيل هذه في الايرلي ستيج ليتر اون دكتور العزيز مش حتلقى الحاجه هذه بكل بساطه وسلاسه مرات تخيني في كلوروهيدري لك الرير مثل ما هذا تصير مع الجسترايت تايب اي اوتو ميون هيليكوباكتر بايلوري اي لاف يو بيبي باي باي كمبايلو باك جرام نيجاتيف روتس اس شيب كوما شيب مايكرو ايروفيليك موتايل مونوترايبس دارتنج موفمنت دكتور العزيز لكن يوريس شني مفضلك هي نيجاتيف كاتاليز عند اوكسيدايز بوزيتيف زيها زي وخيتها الليله هذه دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه شرط العاده ان هي الموست كومن ركز جيجا كوز اوف جاسترو انترايتس وفي العاده الجاسترو انترايتس بتاعها زي بتاع الشيجيلا لا بتاع الشيجيلا بلط اند فلويد دايريه ديزندري اسمها لكن هم يتشابهوا من الصوص صرف شني يعني ما يحتاجوش في العاده شني دكتور انتي بايوتيك صوص خير مثل شني ليمت ما تنساهاش صوص شني ليمت طبعا في العاده الكامبايلو باكتر دكتور العزيز الجي مع الري هيتد ريتد رايس شكون؟ لا 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 ايوه هذه بنبيعها والري هيتد تشيكن شكون؟ ما انتوا هي ريتد بيت كده والري هيتد تشيكن شكون دكتور العزيز كامبايلو باكتر شاورما تبدا بايتا مش عاوز نسخنوها ممكن دكتور العزيز الكامبايلو باكتر من اهم البكتيريا اللي تدير العمل هذه اما واحده منهم مش جناي اما واحده منهم مش جناي اما كان بايلو باكتر مش جناي الموست كومن زي ما هنا الموست كومن شكون؟ بايلوري اتش بايلوري هنا الموست كومن شكون دكتور العزيز هي ما ديرناش اكسترا انتستاينال ديسيز واحد صار له اسهال بعدين لما صار له اسهال هذه تو الفتره فاتت كلمني ولاد مش كلمني كنت هذا زمان نصير فيها حاجه باهي دواني بيه فالمهم ما يكتب لنا في انتشر في صدري شو جوج الامور قال لي النبي دكتور ما ماشي قال لي في مريض جاي واحد ويدوروا له في حاجه واحد كتب له مينو جلوبيل خير عشان عنده البيبي البيبي كان تمشي وتنوض وجوها منيح وبعدين ما عادش تمشي قالاش باين بتصل عندها سال قبل صار لها سال ما هو الفايرال والبكتيريا الكامبايرو باكتر هي البكتيريا المشهوره والفايرال كل الفيروسات اللي تضرب الجي اي تي may induce antigen antibody reaction انتيجن انتي بادي رياكشن الانتيجن بتاع الكامبايلو باكتر يرتبط مع السفنكوليميد اللي موجود في المايلينيتد نيرفز فيصير لنا حاجه اسمها اسندنج باراليسيس
جوليان بارا سيندروم او جوليان بار سيندروم اللي هو عباره عن اسندنج ديماينيشن ولا ديسندنج ديسندنج مالتيبل سكليروسس تصلب اللوح الرمي لما ما يتحركش من فوق وهو نازل هذاك مالتيبل سكليروسس وسط ما يمشي لكن لما تقولي اسندنج صاعد بالاخص يبقى صغار بوست جاسترونترايتس بعدين ما يجي حتى لا يبرد لا يمشي شنو صار؟ صار لا جوليان بار سيندروم كويس والكومبليت ريزرف 85 ل 90% من الحالات نديروا بلازما فريسس ونعطوا ميونوغلوبين نجدد كل شيء وتمشي الامور 10 على 10 ما تنساهاش هذه باهي فعندها اكستراكت ساين مانيفستيشن يس اللي هو الدكتور العزيز ما ننشوش جوليان 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 باري او باري سيندروم اللي هو عبارة عن ascending paralysis ascending paralysis ascending paralysis ascending paralysis ومرات تدخلنا حتى في reactive arthritis ترى فكرني reactive arthritis في الجرانات هاي شيء هي اللي قلت لي اخيرا علاش خايفه منها هي واحده ثانيه جنبها اللي هو شنو اسمه ريتشارد سيندروم اكو ارترايتس كونجنكتيفايتس ارترايتس ريترز ولا رايترز رايترز لا حبيبي لا انا قلت ار اي اي تي اي ار اس ريترز مش رايترز ريترز في ستافورد ايوه هذه ريترز ار اي سموا فيها ارترايتس كونجنكتيفايتس ارترايتس سموا فيها رياكتيف ارترايتس خاطر انتيجن انتي بادي دكتور العزيز ديبوزيشن اسمها هيك وكيا ارون ايون ايون تيون اي ار اس هذيك سكن مانيفستيشن وهذه جوينت مانيفستيشن ما ننساش دكتور تافه وسخيفه للمليون معلش شكون اللي تنمو في حراره 4 انا ما علقتش عليها بكثير كومباي غير لا 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 لا